السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء المترشحين الأحرار، سوف أقدم لكم هذا الفيديو تبرهن لكم مدى أهمية مبرهنات الطاليس العكسية في حل بعض التمارين كنوع من تحضير الامتحان المحلي القادم ديال يناير 2021. إذا عندنا هذا الشكل، هذا لدينا هذا المثلث ABC وكاين واحد ثلاث نقاط هنا N و A و B مستقيمية، وكذلك نقاط M و A و C مستقيمية مع نفس الترتيب ديال A و B و N، وعندنا AB تساوي 4 و AC تساوي 2 و AN تساوي 12 و AM تساوي 6. هادو تما مقياسات ديال الأطوال، وقال لك بين أن MN يوازي BC. إذا في الحالة خاص الأشؤون مبرهنات الطاليس العكسي لأن تزويل لينا توازي. إذا الحل هو هذا، تبعو معايا، نعتبر المثلث ABC، هذا المثلث هذا سميتو ABC، نعتبر المثلث ABC لدينا النقاط A و B و N مستقيمية، والنقاط كذلك A و C و M مستقيمية مع نفس الترتيب ديال A و B و N، معنى أن N ينتمي إلى المستقيم AB و M ينتمي إلى المستقيم AC. لدينا النقاط A و B و N مستقيمية، والنقاط A و C و M مستقيمية مع نفس الترتيب. نلاحظوا عندنا AN، خصنا نبينوا أن AN على AB تساوي AM على AC. إذن AN على AB تساوي 12 على 4 بعد الاختزال، حتى نلقاو القاسم المشترك هو 4 تلقاو 3، وفعلا AM على AC تساوي 6 على 2 بعد الاختزال تلقاو 3. إذن أكدنا أن AM على AB تساوي AN على AC، أكدنا أن AN على AB تساوي AM على AC. إذن سنكسبو في الأخير حسب مبرهنة الطاليس العكسية، حسب مبرهنة الطاليس العكسية طاليس حسب مبرهنة الطاليس العكسية لدينا AN على AB تساوي AM على AC، لأن تساوي 3 تساوي 3 كدنا عليها سابقا، فإن MN يوازي BC. إذن إيه فرق هذه العلاقة سابين؟ نأكد بأن MN يوازي BC، أي مستقيمين متوازيين في هذا المثلث هذا. إذن هذه هي خاصية مبرهنة الطاليس العكسية، هذه الفائدة ديالها أنها تبين أن هناك مستقيمين متوازيين في واحد المثلث معين.